مخيم اليرموك، هالمكان يلي إله مكانة خاصة بقلوبنا كفلسطينيين وسوريين، قصته قصة وحكايته حكاية، خليكن معي واسمعوها مني. بعد نكبة فلسطين سنة 1984 وإعلان قيام ما يسمى بدولة إسرائيل، بلشت رحلة الشتات الفلسطيني من كل مدينة وحي وشارع بفلسطين. وكانت الرحلة أول شيء باتجاه المدن القريبة يلي كانت عم تسقط واحدة ورا واحدة، لحتى ما ضل عند الفلسطينيين خيار غير اللجوء لبرات فلسطين. وكانت الجغرافيا بأغلب الحالات هي العامل الحاسم بتحديد بلد اللجوء، مشان هيك كان مسار اللجوء لسوريا عبر واحد من هي الطرقات، من فلسطين للبنان لسوريا، من فلسطين مباشرة لسواحل طرطوس واللاذقية على ظهر القوارب والسفن، من مدينة طبرية وسهل الحولي لهضبة جولان، من حيفا والمنطقة الساحلية لطول كرم وسوريا عبر الأردن، من شمال فلسطين للجنوب اللبناني لسوريا بالقطار. وبالمناطق المحيطة بدمشق تجمع عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين بالجوامع والمدارس والمستشفيات، وأقاموا فيها فترة لحتى ارتأت السلطات السورية بهذاك الوقت إيجاد حل لإقامتهم. وكان في مؤسسة مختصة بالموضوع اسمها مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب، يلي كانت بوقتها تابعة لوزارة الداخلية وبيرأسها الأستاذ عبد الرحمن المالكي، فاستأجرت قطعة أرض كبيرة كانوا بيملكوها بيت الحكيم وتابعة لمدينة دمشق شاغور بساتين، وبتتبع من ناحية التقسيم العقاري لمدينة دمشق. هي الأرض هي نفسها يلي توسعت لاحقاً لتصير مدينة اسمها مخيم اليرموك. وبلشت عمليات نقل الفلسطينيين من المساجد والمدارس والمشافي بدمشق، إضافة للتجمع الجديد يلي كان اسمه مخيم الأليانس بحي الأمين، وتسليم المنقولين وحدات من الأراضي تم بناءها بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين. أما توزيع اللاجئين فكان على أساس براعي التوزيع العائلي العشائري والقروي أو المناطقي. بلش عمران المخيم على خطين غير متوازيين من الأبنية بطابق واحد وسقف طيني، وتوسع المخيم خلال فترات وظروف مختلفة، أهم التوسع يلي صار على أثر نكسة حزيران سنة 1967 ومجيء عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين من فلسطين ومن الجولان السوري المحتل، ومن تجمعات فلسطينية تانية مثل مخيمات حماة وحلب وحمص. وبهذاك الوقت كانت المؤسسات المشرفة على مخيم اليرموك وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونيروا، والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، والبلديات والمجالس المحلية. وبسنة 1956 صدر القانون رقم 260 يلي أعطى الفلسطينيين كافة الحقوق الممنوحة للسوريين باستثناء الترشيح للمجلس النيابي والرئاسة والوزارة. وبسنة 1964 مع تشكيل بلدية اليرموك وتكليفة بالإشراف على تنظيم شؤون المخيم، وقف اعتراف الأونيروا بالمخيم اليرموك، وصارت البلدية هي الجهة المسؤولة والمشرفة عن المخيم مثله مثل أي منطقة تانية بسوريا، مع الحفاظ على العلاقة مع الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين باعتبارها المرجعية بالعلاقات بين مجتمع اللاجئين في سوريا والدولة. وبعدها استمر مخيم اليرموك بالتوسع بشكل نظامي أو غير نظامي لحتى صار يشمل التضامن وشارع فلسطين والحجر الأسود وشارع الثلاثين، وبيضم شريحة واسعة من اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين عايشين كمجتمع واحد وعائلة واحدة. هي كانت قصة مخيم اليرموك. إذا عندكن معلومات تانية ما حكيناها اليوم شاركونا ياها. سلام.